يا جماعة ترى أحيانا المظهر العام للإنسان في ملبسه في طهارته في نظافته في أناقته. أحيانا ندخل المساجد للأسف الشديد يعني هذه رسالة، يكون واقف جنبك واحد يدخن، يعني كان قبل أن يدخل المسجد جالس يدخن، فتشعر أنك وأنت تصلي متضايق جدا. أنا أقول لهؤلاء الله يعافيه طبعا ما ابتلاه به، وندعو لهم بالهداية ويبقون إخواننا ونسأل الله سبحانه يهديهم، لكن نقول له يا أخي إذا كان النهي ورد النهي فيما يتعلق مثلا في أكلة كراث والبصل والثوم، كان الرسول لا يقربن مسجدنا ولا يقرب مصلانا، وهو ماكل حلال مو بحرام، طيب كيف اللي جالس يدخن يدخل المسجد؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك يؤذي المؤمن المصلي، ومن آذى هذا المصلي آذى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آذى النبي فقد آذى الملائكة، ومن آذى الملائكة فقد آذى الله. وأنا أقول لإخواني المدخنين أقول استعينوا بالله سبحانه وتعالى وحاولوا بعزيمة وبهمة جادة في ترك هذا البلاء وهذا الحرام وهذا الذي أنتم أنا أعتبر الحقيقة سكين تطعم بها نفسك كل يوم، لكن الله تبارك وتعالى يمهلك في العمر لعل الله سبحانه وتعالى يعني يدلك على ما يعينك على ترك هذا البلاء.